المسيرة هي تتويج لمحطة نضالية دعا لها التنسيق الوطني الذي يضم 15 تنسيقية بالإضافة إلى النقابة نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. هذا التنسيق جاء بعد مصادرات حقوق الشغيلة التعليمية التي كانت تنتظر نظاما أساسيا عادلا محفزا، بينما ظهر نظاما قد نسميه نظام المآسي. وهنا أقول باسم الشغيلة التعليمية كافة، فليسقط نظام المآسي، فليسقط نظام المآسي، فليسقط نظام المآسي. يمكننا أن نعتبر هذا العرس النضالي بمثابة انتفاضة أسادية ضد القهر، ضد التهميش الذي طال صفوف الأساتذة لعشرات السنين. تفاجأ الأساتذة بنظام أساسي أو ما يسمى بنظام مآسي. هذا النظام المآسي يخرق الدستور، يتنافى مع الدستور الذي هو وثيقة مقدسة ورسمية للبلاد. هذا النظام الأساسي مثل نظام نزل من الفضاء، يضرب المدرسة العمومية ويضرب المرفق العام ويحرم التلميذ من حقه في التمدرس الشعبي والديمقراطي. فاليوم الأستاذ أبى إلا أن يقول كلمته ويخرج ليطالب بحقه، بحقوقه المشروعة والعادلة. أساتذة مديرية طنجة أصيلة بمختلف فئاتهم وأفواجهم
هذا الشكل النضالي الوحدوي الذي دعا له التنسيق الوطني. هذا الشكل النضالي يأتي في إطار المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، وخصوصا ما تعلق بالنظام المآسي الذي تم تنزيله قصرا على الشغلة التعليمية. هذا النظام الأساسي جاء لكي يجهز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات. هذا النظام نسميه نظام العقوبات، لم يأتي بأي جديد يهم امتيازات وحقوق الشغلة التعليمية، جاء لكي يكرس الهشاشة، جاء لكي يكرس الفئوية، جاء لكي يكرس تفقير وتجويع واحتقار الأستاذ بالمغرب. رجل التعليم في المغرب هو من حيث العدالة الأجرية هو الأقل أجرة مقارنة مع باقي موظفي القطاعات الأخرى، بل أكثر من ذلك هناك بعض الموظفين المرتبين في سلالم أدنى من سلالمنا ويتقاضون أجور أكبر وأكثر من أجورنا، مثلا في قطاع العدل أو في المالية أو كذلك في الصحة والجامعات المحلية. إذن الأستاذ والأستاذة هذا اليوم عبروا وبشكل قاطع على أنهم يرفضون هذا النظام الأساسي، لأن الأستاذ والأستاذة كيف يمكنها أن تدرس الكرامة؟ كيف يمكنها أن تدرس الحرية؟ كيف يمكنها أن تعلم أبنائها الحرية والكرامة وعزة النفس وهي والنظام الأساسي يفرض عليها قيودا تفرض عليها العبودية والإذلال؟ إذن الأستاذة والأستاذ قالوا كلمتهم هذا اليوم، قالوا لا لنظام الأساسي الذي نطلق عليه نحن نظام المآسي وليس بالنظام الأساسي. وتحية.